بعد ما تابعنا مع حضراتكم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، خلينا دلوقتي نتابع الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، منها افتتاح 15 مسجد في الغربية وتحديد خطبة الجمعة النهاردة بعنوان الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها. تغيير أن النهاردة في 3 مباريات مهمة في افتتاح الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هيلتقي مع قيادات الدعوة بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيتم افتتاح 15 مسجد بعد أعمال الصيانة والتطوير، منهم مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية مركز سمنود. النهاردة كمان وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بعنوان الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها، وأكدت على الأئمة ضرورة الالتزام بعامل الوقت وموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأنه يكون وقت الخطبتين الأولى والتانية في حدود 10 دقائق. النهاردة برضو جمعية مصر الجديدة بالتعاون مع مكتبة مصر هتستضيف العرض المسرحي أصائيس لفرقة بانوراما المسرحية، وهي عبارة عن مجموعة من الاسكتشات المسرحية المتنوعة اللي تم إنتاجها في ورشة بانوراما المسرحية. النهاردة الدوري المصري فيه 3 مباريات مهمة في إطار الجولة 22 من عمر المسابقة. الإسماعيلي هيلتقي مع المقاولين الساعة 7 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي سيراميكا كيلوباترا مع فاركو. الساعة 9:30 هيكون في لقاء طلائع الجيش مع سموحة.